في فيديو النهاردة هنكشف ليكم سر بكاء الفنانة درة في حفل زفافها، وهنعرض ليكم فيديو لرقص الفنانة غادة عادل والفنانة بشرة أشعل السوشيال ميديا في حفل زفاف درة. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجي لك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. انتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر جدا من حفل زفاف الفنانة التونسية درة والمهندس هاني سعد، وظهرت الفنانة درة في الفيديو وهي بتبكي وبتحضن عرسها وبيرقصوا على أغنية خدني بين إيديك للفنان حميد الشاعري، وعن سبب بكاء درة في حفل زفافها. فكان واضح جدا من الفيديو إن درة ما لقيتش حاجة تعبر بيها عن فرحتها غير البكاء بالطريقة المؤثرة دي، وبمجرد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا اتعاطف معاها كل جمهورها ومحبيها وانهالت عليها المباركات متمنيين ليها حياة زوجية سعيدة مع المهندس هاني سعد. ومن ناحية تانية كان انتشر فيديو تاني على موقع انستجرام للفنانة غادة عادل، وظهرت غادة في الفيديو وهي بترقص على مهرجان العب يلا لأوكا وأورتيجا، وده كان في حفل زفاف الفنانة درة والمهندس هاني سعد، ونال الفيديو اعجاب كل جمهور الفنانة غادة عادل واللي بدأوا يتغزلوا في جمالها وانوثتها اللي عودتنا عليهم دايما. كمان الفنانة بشرة اشعلت السوشيال ميديا برقصة ليها مع العروسة الفنانة درة في فيديو انتشر ليهم على موقع انستجرام، ونال الفيديو اعجاب كل محبي الفنانة بشرة والفنانة درة واللي بدأوا يتغزلوا في جمالهم، خصوصا جمال العروسة درة واللي اتألقت في حفل زفافها بالفستان الابيض واللي ظهرت بيه كالاميرات. وكانت نشرت الفنانة درة صور من حفل زفافها على حسابها الرسمي في موقع انستجرام، وعلقت درة على الصور وقالت: ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاروا قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا. وفي نهاية الفيديو طبعا كلنا بنتمنى كل السعادة للفنانة الجميلة درة في حياتها الزوجية الجديدة، وكل النجاح والتفوق في حياتها العملية والفنية. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش. استنونا فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.